أسعد الله أوقاتكم بكل خير. زملاء الأعزاء، سوف نتناول في هذه المحاضرة أثر جائحة كورونا أو كوفيد-19 على الالتزامات التعاقدية في العقود الإنشائية. معكم الدكتور محمد شعبان، أستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث بسوريا. حقيقة هذا الموضوع أثر جائحة كورونا أو كوفيد-19 لم تنتهي بعد، حتى وانتهت الإجراءات التي فرضتها بعض الدول في بسبب هذه الجائحة، ولكن أثرت تأثير هذه الجائحة لم ينتهي بعد. فالآن تحفل المحاكم ومراكز التحكيم بنزاعات بتخص مشاريع الإنشاء، عقود الهندسية، تخص عقود التوريدات، العقود الدولية، نتيجة عدم تمكن أطراف المشروع أو أطراف العقد من الالتزام أو تأدية الواجبات المفروضة في العقد. هذا الشيء أثر بشكل مختلف، ليس على نفس الدرجة السوية، يعني ما هي نفسها في جميع الدول، وذلك حسب الإجراءات المطبقة من هذه الدول. سوف نتناول في هذه المحاضرة كوفيد-19 إذن على العقود الإنشائية. المحاور الرئيسية في المحاضرة، هناك مقدمة، سوف نعطي مقدمة عن الجائحة، ما هي الجائحة والإجراءات اللي بترافق الجائحة عادة، التغيرات في العقود الإنشائية، كون أن أي ظروف مستجدة على العقد لم تكن معروفة سابقا، فعادة التغيرات الناتجة عنها أو الخلل اللي بيصير في هذه العقود يتم معالجته من خلال بند يسمى تغيرات العقد. إذا أي شيء يؤثر على العقد سواء من الأطراف العقد نفسهم أو من الطرف الثالث يتم ضمن ما يسمى تغيرات في العقد، غير ذلك لا يمكن لأي من طرفي العقد أنه يعملوا تغيير دون موافقة بقية الأطراف. عموما التغيرات اللي بتصير في العقد تحكمها 3 نظريات، اما نظرية المخاطر، هنشوف نظرية المخاطر في العقود الإنشائية، هنشوف الظروف الطارئة، الظروف المستجدة او الطارئة، ونظرية القوة القاهرة او ما يسمى الفورس ميجر. اذا الـ3 نظريات هدول هنن المعنيين بمعالجة التغيرات اللي بتصير بالعقد، خاصة التغيرات التي لا تعود إلى طرفي أو أطراف العقد الأساسية. أيضا راح نعرج على نشوف كيف الدول الكبرى تصرفت حيال أثر كورونا، خاصة في الدول اللي بتصنع والدول اللي بتورد معدات وتجهيزات ومواد. فبالتأكيد كل العقود، عقود التوريدات تأثرت وأصابها ما أصاب العقود الإنشائية، لأنه ممكن هذه التوريدات أن تكون تخص مشاريع إنشائية.
البند الأخير أو المحور الأخير في المحاضرة سيكون حول أثر جائحة كورونا على العقود الدولية، ورح نتناول العقود الفيديك على اعتبار هي أكثر العقود في المجال الدولي استخداما، بالتالي نشوف الأحكام اللي خصصها الفيديك للشيء يشابه الأشياء المستجدة أو الظروف الطارئة أو كما سماها الحوادث أو الظروف الاستثنائية التي ترافق يمكن أن ترافق العقد. إذن نحن نعلم أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن فيروس كورونا أو كوفيد-19 أصبح وباء عالميا بداية، يعني في تقريبا بنهاية الربع الأول من العام 2020. من المعلوم أن الكوفيد-19 كان قد ظهر في مدينة ووهان في الصين، وسمي كوفيد-19 الفيروس ظهر في النهاية في العام 19 تحديدا في شهر 11 أو 12، بينما بحلول بداية مارس آذار منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هذا الفيروس هو وباء عالمي، ومن ثم تطور الأمر وفي نهاية آذار وأصبح أو منتصف إلى نهاية آذار وسمي جائحة. وبالتالي كل الدول انتقلت إلى فرض إجراءات احترازية لمنع تفشي هذا الوباء، توقف الطيران، حركة الطيران بداية، توقف حتى داخل البلدان صار في حظر منع تجول، صار في منع انتقال بين المناطق، بين المقاطعات، بين المدن. بالتالي تعطلت العجلة الاقتصادية ومنها مشاريع الإنشاء بشكل قسري في معظم الأماكن. بعض الأماكن في العالم كان في يعني إجراءات جزئيا في بعض الدول أو في بعض مناطق الدول، ولكن في دول في أوروبا تحديدا شهدت إقفال كامل، وأيضا منها الدول العربية اللي استمرت حوالي شهرين ونص إلى 3 أشهر إقفال شبه كامل. وبالتالي كان هذا الأمر لأول مرة يحدث في تاريخ البشرية حقيقة مثل هذا الأمر، أنه يتوقف النشاط الاقتصادي تقريبا بالكامل لمدة لا تقل عن شهرين إلى 3 أشهر. هذا الشيء أثر على عقول التصنيع، على النقل، التوريدات، وفي قطاعات اقتصادية أصيبت بالشلل التام، مثلا قطاع النقل الجوي أصيب بشلل كامل. وأيضا هذا الشيء أثر على المصنعين، موردين، منفذين المشاريع، وأصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، كون معظم هذه الأشياء يحكمها عقود وعقود دولية. وبالتالي الأمر تراوح ما بين الشلل أو التوقف التام أو عدم إمكانية الوفاء بالالتزامات التعاقدية بشكل كامل، أو هناك صعوبة كبيرة في تنفيذها، أو أنه صار في نفقات إضافية لم تكن في الحسبان أثناء توقيع العقد. هذه الأشياء استجدت لسبب لا يعود إلى طرفي العقد، وبالتالي نحن كنا أمام مسألة لأول مرة تحدث في بهالشكل، تكون تصيب الكرة الأرضية بالكامل
وبالتالي هناك نقاش وجدال في الأوساط الهندسية والقانونية والإدارية والحكومية عن كيفية التصرف وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الأمر. وبالتأكيد نحن نتكلم عن التزامات التعاقدية لمولود لأطراف العقد. السؤال، هل هذا الوباء هو بالتالي هذا الوباء كيف سوف نتصرف حياله؟ هل هو قوة قاهرة أم ظرف استثنائي أم كلاهما معا أم لهذا ولا ذاك؟ وإنما مخاطر ترافق عادة العقود عامة والمشاريع خاصة، يعني نحن نعرف العقود الإنشائية تحديدا والعقود عامة يرافقها ريسكس مخاطر، أما هذه المخاطر يجب التحوط على المقاول إنه يتحرز ومنها ويوضع سيناريوهات لمواجهتها. ولكن هل هذا الوباء هو مخاطر أم قوة قاهرة أم ظرف استثنائي؟ حقيقة هذا الأمر سوف نراه نعالجه في الشرائح القادمة، ولكن نقول بشكل عام يمكن نشوف إنه هو قوة قاهرة وهو في بعض الأماكن ظرف استثنائي يتم التعامل به، وممكن يكون مخاطر بسيطة في بعض الأماكن. يعني الموضوع ليس بهذه البساطة، كل حالة من الحالات، كل عقد من العقود يجب النظر به بشكل مفصل ومعرفة أين يندرج الأمر الحاصل فيه، هل هو قوة قاهرة أم ظرف استثنائي أم مخاطر. تعريف الجائحة، الجوائح هي جمع لكلمة جائحة، إذن الجوائح هي جمع لكلمة جائحة، وهي المصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله أو وتهلكه وتتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق. يعني ممكن يأتي سيل ويأتي على كل أملاك رجل أو أملاك شخص، أو حريق يلتهم كل شيء، فبالتالي يسمى جائحة، أي اجتاحه كله. ويمكن أن يكون آفة تصيب الثمر المحاصيل، مثلا ممكن أن نشوف الجراد يأتي على مساحات كبيرة من الأراضي وتجتاحها بشكل كامل ولا يبقى شيء، وبالتالي أيضا تسمى جائحة. إذن هي الشدة أو النازلة أو العظيمة اللي تجتاح المال ويقال اجتاحتهم السنة، أي استأصلت أموالهم. إذن هذا ما جاء في تعريف المراجع القديمة والتاريخية، ويقال أيضا سنة جائحة أي جذبت، وأيضا جاح المال أي أهلكه. وجاء في الأثر أن أبي يريد أن يجتاح مالي، أي يستأصله ويأتي عليه آخذا وإنفاقا. إذن هذه نخرج بنتيجة نقول الجائحة هي شيء يعم منطقة ما أو مكان ما، وبالتالي هذا الشيء عم يتم بشكل استثنائي بشكل غير معروف لدى طرفي العقد عندما تم توقيع العقد بينهم. إذن حدث يحصل دون معرفة مسبقة بهذا الأمر. ولكن إذا نحن نعلم أنه مع بداية حزيران تقريبا بمنتصف حزيران بدأت بعض الدول بإعادة فتح المرافق الاقتصادية وخففت القيود الاحترازية المعمول بها وسمحت بالتنقل جزئيا وعمليا. يعني اليوم بشهر
أكتوبر شهر 10 تقريبا، في نقول رجعت الحياة إلى ما كانت عليه سابقا مع بعض القيود، ولكن لا زالت بعض القيود الاحترازية، وأيضا هناك ولكن مع ذلك في دول عم ترجع تفرض حظر كامل لمنطقة، عم تعزل المنطقة بالكامل وتوقف الحياة الاقتصادية فيها. إذا لا زالت آثار الكورونا مستمرة حتى هذه اللحظة، ومن غير المعلوم الآن إلى متى يستمر ذلك، وعلى ما يبدو يتحتم علينا التعايش مع ذلك الوضع إلى حين، لحين ظهور اللقاحات الآمنة. وبالتالي هناك دائما راح يكون في آثار على العقود، ومنها العقود الإنشائية، وهذا الشيء بيتطلب من القائمين على هذه العقود والمتخصصين والخبراء لدراسة الآثار القانونية على هذه العقود، وأيضا عالم الأعمال عموما اللي في قطاعات تجارية واقتصادية مختلفة سوف يعاني إلى حين من هذه الجائحة، وأيضا سوف تكون هناك نزاعات، سوف نرى ظهور نزاعات بسبب هذه الجائحة. وطبعا قطاع صناعة التشييد هو من أكثر القطاعات ومن القطاعات الأساسية التي تأثرت في كون من الصعب تأمين ما يسمى بالتباعد الاجتماعي، لأنه في عنا كوادر بشرية عم تشتغل مع بعضها، وفي حركة تنقل للموارد البشرية للوصول إلى مكان مشروع. هذا الشيء إما كان في حظر كامل أو صار في قيود إضافية، وتكبد المقاولون وأصحاب المشاريع نفقات إضافية لم تكن بالحسبة. وإذا يتوقع الكثير من الاختصاصيين في هذا المجال أن تغص أروقة المحاكم، وهي تغص الآن، ومراكز التحكيم بالنزاعات القضائية على خلفية هذا الواقع اللي هو كما ذكرنا غير مسبوق على الإطلاق، ولم تعرف البشرية مثل ذلك من قبل. طبعا بسبب خصائص هذا الوباء تحديدا هو سرعة الانتشار أو العدوى، ووجود عدد كبير من اليوم سهولة السفر بالطائرات بالقطارات السريعة هو اللي أدى إلى انتشار الوباء في مختلف بقاع الأرض. إذا هؤلاء الخبراء القانونيون اللي عم يقولون أن حسم هذه الملفات سيكون قاضي عن سواء من حيث التوصيف أو المسار للسلطة التقديرية للمحاكم. إذا لن يستطيع المتعاقدين من تلقاء نفسهم أنه يحلوا هذه المسألة بشكل كامل، ولكن سوف الأمر يترك إلى السلطة القضائية اللي راح تقدر الشيء. وبالتأكيد سوف يتم الاستعانة بخبراء الصنعة، محاكم وسواء مراكز التحكيم أو المحاكم تلجأ إلى خبراء الصنعة من مهندسون وقانونيون وإداريون بيعملوا في صناعة الإنشاء وعقود التوريدات. وبالتالي هذه القضية سوف تترافع أحكامها بين النظر في مدى خضوعها لنظرية الظروف الطارئة أو نظرية القوة القاهرة، وقد تكون في مكان معين تخضع نظرية المخاطر. إذا نحن عندنا
ست نظريات يمكن أن أو ست مسارات يمكن أن نذهب بها. إما الظروف الناتجة في بتخص عقد ما أو مشروع هي ظرف طارئ وهي له أحكامه، أو قوة قاهرة وهذه أيضا لها أحكامها، أو في مكان آخر لم تكن هناك إجراءات شديدة وإنما إجراءات جزئية بسيطة، أو تأثر كان بالفيروس قليل، فممكن تكون هي مجرد مخاطر يمكن التحوط منها، وذلك إذا تبع الإجراءات وشدتها. إذا لما في عندنا إجراءات حكومية شديدة فبالتأكيد سوف تختلف عن إجراءات الحظر الجزئي، وسوف تختلف عن احتياطات يجب اتخاذها من قبل العاملين في قطاع التشييد والبناء. كخلاصة نقول أن جائحة كورونا أو كوفيد 19 أثرت على جميع دول العالم تقريبا، إذن التأثير لم يصب بلدا معينا وإنما انتقل إلى جميع بلدان العالم، وبالتالي شمل الكرة الأرضية بالكامل، وهي كانت أول مرة تحصل في التاريخ. إذا الحظر شمل مختلف دول العالم ولكن بدرجات مختلفة مكانيا وزمنيا. إذا الحظر لم يكن واحدا، هناك حظر كامل في دول كان في معاناة أكثر كإيطاليا، إسبانيا، الصين، بعض المناطق، ووهان وبعض المقاطعات الأخرى، بينما في دول أخرى كان في درجات الحظر أقل، روسيا، فرنسا، أمريكا إلى آخره. بعض الدول الأفريقية ما صار فيها حظر أبدا. معظم الدول مرت بحظر شامل امتد لعدة أشهر، وبعضها حظر جزئي. إذا كل الدول تقريبا عملت حظر شامل، التزمت بتعليمات منظمة الصحة العالمية اللي طلبت إنه الحظر الكامل، وهذا امتد إلى من شهرين إلى 3 أشهر ونصف. وبعضها كان في عنده حظر جزئي وانتقل من الحظر الشامل، صار في تدرج بفتح المرافق الاقتصادية أو النشاطات الاقتصادية. إذا تأثرت جميع عقود الإنشاءات والترويدات المحلية والدولية. إذا هناك تأثير على عقود الإنشاءات والترويدات إذا الوطنية يعني والدولية. إذا التأثير ليس فقط داخل الدول وإنما أيضا على العقود الدولية. ما هي الآثار الممكنة على العقود الإنشائية؟ إذا شو اللي صار، شو نتيجة هذه الجائحة على العقود الإنشائية؟ إذا صار عندنا توقف المشاريع إما جزئيا أو كليا. إذا في مشاريع توقفت بشكل كامل، وفي مشاريع توقفت جزئيا لفترة من الوقت. تأخير التوريدات، إذا التوريدات طالما في هناك نقل وتم حظر النقل بين البلدان خاصة الشحن الجوي، وأيضا ارتفعت أجور التأمينات على النقل البحري، والنقل البري توقف تقريبا وحتى ضمن الدولة الواحدة، وبالتالي صار في تأخير بالتوريدات، وصار في تأخير حتى بالتصنيع. المكان موجود المصنع صار في، إذا المصنع موجود في منطقة وكان في حظر كامل، بالتالي ما في عمل، ما في تصنيع، وبالتالي العقود التوريدات الدولي تأثر. تأخير المشاريع، إذا هذا الشيء أدى إلى تأخير المشاريع بشكل قسري، صار في زيادة بالتكاليف، هناك زيادة في تكاليف الشحن، زيادة في تكاليف التأمين، زيادة في تكاليف امتداد الزمن، نفقات غير مباشرة للمشاريع، تكاليف التصنيع، كله أدى إلى زيادة سواء على المالك، سواء على المقاول، سواء على الحكومات بالنهاية. زيادة الأعباء المالية على أطراف العقد جميعا، إذا كل أطراف العقود تأثرت حقيقة وصار في عندها أعباء مالية إضافية لم تكن بالحسبان أثناء توقيع العقد.
صار في زيادة أعباء مالية على الحكومات، كل الحكومات اضطرت تعطي مرتبات، تعطي خدمات صحية، تصرف على الإجراءات اللي رافقت إجراءات الحظر، على التعقيم، على الكمامات، كل هذا الشيء صار في عندنا أعباء مالية على الحكومات. وهذا الشيء معظم الدول خصصت مثل ما نعلم إنه ميزانيات إضافية لمواجهة كورونا، ومن ثم أيضا كانت ملزمة بأنه تخصص أيضا تمويل لتنشيط الاقتصاد بعد فتح وتخفيف الإجراءات الاحترازية. هذا الشيء أعطى نتيجة أساسية، صار في عندنا اختلال بتوازن العقد. إذا العقد اللي موقع بين الطرفين أو بين أطراف العقد، بين المشروع، أطراف عقد المشروع، صار في اختلال بالتوازن نتيجة عدم الإمكانية الوفاء بالالتزامات المترتبة على أطراف العقد. التغييرات في العقود المشاريع الإنشائية، كما ذكرنا في المقدمة، إذا تندرج آثار جائحة كورونا تحت بند التغييرات على العقد Contracts Durations. في كل عقد هناك مادة عقدية، بند عقدي اسمه تغييرات على العقد، على اعتبار يجب أن العقود دائما تتعرض إلى تغييرات، بل أن التغيير هو سمة من سمات العقود الإنشائية. إذا المشاريع الإنشائية دائما فيها تغيرات لأسباب كثيرة، وهذه الأسباب تختلف، منها ما يتعلق بطرفي العقد، منها يتعلق بالدراسة، ممكن يصير في عندنا تغيرات على الدراسة، المالك ممكن يعمل تغيرات، المقاول ممكن يعمل تغيرات. إذا أطراف العقد ممكن يعملوا تغيرات نظامية وبشكل منهجي ومعروف باسم Change Orders. إذا تغييرات العقد تتم بموجب أوامر التغيير، هي ما يسمى Change Orders، لتحصل يحصل اتفاق بين طرفي العقد على إحداث تغيير ما في العقد أو إحدى وثائقه. وهذا التغيير إما يكون لتصحيح خطأ ما أو تدارك نقص ما في ديفكت أو ايرور بالتصميم، ونحن بدنا نتجاوزه، أو إنه المالك بغير من السكوب تبعه وبالتالي بيحدث تغيير. المقاول ممكن يعمل تغييرات، فقدان إنتاجية، تأخير تنفيذ أعمال معيبة، يعني الكواليتي سيئة. ولكن هذه التغيرات ليست مسار بحثنا الآن، ولأنه ليست موضوع بحثنا الآن، لأنه هذه التغيرات عادة ما بيصير فيها كثير خلافات بين أطراف العقد، وإن حدث فيها خلاف فبده يتحمل الطرف اللي عمل التغيير أو اللي سبب التغيير، أو إذا كان في عمل عدم توازن أو أثر على البالانس العقد. طالما إذا التغييرات التي تتم بإرادة الطرفين أو اتفاق أطراف العقد ليست موضوعنا في هذه المحاضرة. نحن هنا بصدد النمط الثالث، أو التغييرات التي تحدث بسبب طرف ثالث ليست لأسباب تعود لأطراف العقد ولا تتعلق بوثائق العقد نفسه كعيوب الدراسة أو التصميم. إذن هون التغييرات عم تكون بسبب طرف ثالث، في شيء آخر طرف ثالث لا يخص طرفي العقد أو أطرافه. طبعا هون المقصود بالطرف الثالث يعني ليس المقاول ولا المالك،
على اعتبار أن المشرف والمصمم يضمنهما المالك، باعتبار المالك هو الذي يضمن صحة الدراسة ومشروع الدراسة، سواء هو أعطى الدراسة نفسه أم أوكلها إلى استشاري. والاستشاري يعمل لديه عقد مع المالك أو الأونر، وبالتالي ليست في والمقاول أيضا مسؤول عن عمله، مسؤول عن السب كونتراكترز إذا عنده مقاولين باطن، عن السبلايرز، عن الموردين، فهو المسؤول. إذا هدول الطرفين الأساسيين. إذا هون بقي في عنا طرف ثالث ممكن يعمل تغيير في الماهية، عبارة عن ظروف مادية واقعية ألمت بالعقد وأصابته وأثرت على التزام الأطرافه. إذا هنا طرف، هناك في شيء آخر أثر على العقد، هذه الظروف استجدت وأصابت العقد وأثرت على التزامات الأطرافه. إذا صار في خلل بتوازن العقد وصار العقد غير متوازن. ولكن العقد شريعة متعاقدين، هذه قاعدة قانونية معروفة. فلكل عندما يتم توقيع العقد وتم الاتفاق والتوقيع، فهذا يعني أن كل طرف أصبح ملزما بالتزاماته، أن ينفذ هذه الالتزامات كاملة، ولا هناك أي شيء يعفي أي من الطرفين عن تنفيذ مسؤولياتهم أو واجباتهم في العقد حسب ما هي مذكورة في العقد. إذا ليس لأحد أن يستقل بالعقد أو تعديل العقد أو أن يتحلل من التزاماته بطريقة منفردة. إذا لا يمكن، إذا قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تقتضي بأن لا يستطيع أي من طرفي العقد أنه هو يحدث التعديل أو إلغاء بالعقد أو يتحلل من بعض الالتزامات اللي هو واردة في العقد بطريقة منفردة. أي التزامات التي تقررت بمقتضى العقد الذي أبرمه بإرادته الحرة. إذا الإرادة هي الإرادة الحرة هي أحد أركان العقد. إذا العقد حتى لرضا، إذا الطرفين ارتضوا أن يلتزموا بهذه العلاقة العقدية، وبالتالي الرضا أو الإرادة الحرة هي ركن من أركان العقد. كما أيضا لا يحق للقاضي التدخل في تعديل العقد أو الغاية من غير رضا المتعاقدين. إذا أيضا القاضي لا يحق له التدخل في تعديل العقد إلا إذا ارتضى الطرفين المتعاقدين. أيضا هذه القاعدة تقول بأن يبقى كل من المتعاقدين قادر على تنفيذ التزاماته من دون ضرر يلحقه. إذا أيضا العقد شريعة المتعاقدين، إذا أنا كل طرف ملتزم بتنفيذ التزاماته وأنه يكون قادر على تنفيذ التزاماته دون ضرر أو إرهاق يلحقه. إذا ما بيكون في ضرر واضح وبين نتيجة التزام تنفيذه لالتزاماته، نتيجة وهذا بالتأكيد نتيجة إنه ظهور مستجدات أدت إلى عدم توازن العقد. ولكن إذا في حال استجدت ظروف، وهنا مربط الخيل كما يقال في هذه الحالة. إذا في حال استجدت ظروف جديدة أو عذرا جعلت من المتعسر أو المستحيل أن ينفذ أو يفي أحد الطرفين بالتزاماته، أو أنه أضحى أو أن تنفيذه أضحى مرهقا ومضرا بالآخر، فأنه لا بد من تعديل العقد بطريقة عادلة تعيد التوازن العقد. إذا نحن أمام حالتين، استجدت هذه الظروف الجديدة التي لم تكن معروفة بالنسبة للطرفين المتعاقدين أثناء توقيع العقد، جعلت من المتعسر أو حتى من المستحيل أن ينفذ أو يفي أحد الطرفين بالتزاماته، أو أن تنفيذه أضحى مرهقا أو مضرا بالآخر، فإنه لا بد من تعديل العقد. في هذه الحالة بد أن نعدل العقد بطريقة عادلة بحيث نعمل نعيد التوازن، إذا نعمل بالانس من جديد في العقد. إذا عندما يختل التوازن العقد نتيجة هذه الظروف أدت إلى اختلال توازن العقد. هذا الاختلال على القاضي أو الشخص
المخصص أو المعين لحل هذه القضية أو المشكلة كالمحكم مثلا أو المبسط أو الوسيط، عليه أن يعيد التوازن العقد من جديد بأن يتم التعويض لأحد الطرفين أو الطرف المتضرر اللي هو أصبح مرهقا أو مضرا فيه، أو أنه يتحلل من تنفيذ العقد ويفسخ العقد. إذن هذا الشيء بشكل أساسي خلينا نقول الإطار العام لما يسمى التغيرات التي تحدث بسبب طرف ثالث أو ظروف استجدت لم تكن معروفة قبل. التغيرات في عقود المشاريع الإنشائية. إذا السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتم معالجة التغيرات الناجمة عن وباء كورونا؟ كنا فصلنا في الشرائح السابقة إلى أن وباء كورونا أثر على معظم العقود المتعلقة بصناعة الإنشاء وأدى إلى تغييرات في العقد، وبالتالي تحديدا صار في أن عدم توازن في العقد. فكيف تتم معالجة هذه النحية أو عدم التوازن في العقد؟ إذا بداية نقول أنه يجب دراسة كل عقد أو كل حالة على حدة، ذلك لعدة أسباب. إذن لا يمكن أن نتكلم بشكل عام ونقول كذا هي تخضع لهذه النظرية أو تلك. إذن يجب أن ندرس كل عقد وكل حالة حسب موطن هذا العقد، حسب مكان هذا العقد، حسب الشروط الواردة فيه، حسب بند التغييرات اللي وردت إلى آخره. إذن كل حالة يجب دراستها على انفراد للأسباب الآتية. أولا اختلاف إجراءات الحظر والإغلاق من بلد أو من منطقة لأخرى. إذا لم تكن إجراءات الحظر واحدة في جميع البلدان ولم تكن في نفس اللحظة أو في نفس الفترة، هناك دول تأخرت عن حتى بدأت بإجراءات الحظر، في دول عندت حظر جزئي، في دول لم تعمل حظر أبدا كبعض الدول الإسكندنافية السويد مثلا، و اعتمدوا على ما يسمى بالمناعة الجماعية ودون لجوء إلى العزل والحصر. يجب العودة إلى البرنامج الزمني للمشروع وتعديلاته بموجب أوامر التغيير الحاصل. هذه النهي هامة جدا جدا. نحن المفروض يكون عندنا برنامج زمني مفصل في تفاصيل العمل، تفاصيل التوريدات، تفاصيل الموارد البشرية الموجودة في المشروع، وإن كان هناك من تعديلات معتمدة من قبل أطراف العقد طبعا بموجب أوامر التغيير. هذا البرنامج الزمني المترف فيه والموقع عليه من الأطراف هو المرجع الأساسي لملاحظة ودراسة أثر التغييرات على العقد. بدون هذا البرنامج الزمني لا يمكن البحث في القضية بشكل واضح أو بشكل مهني أو علمي، لأن غياب البرنامج الزمني هذا يعني ما في توثيق للأعمال، أماكن تنفيذ الأعمال، تواريخ تنفيذ الأعمال، تواريخ التوريدات إلى آخره. وعليه نقول أن البرنامج الزمني هو الأساس، فإن كان هذه الأعمال التي حصل في التأخير كانت في فترة بسبب الحظر فللمقاول الحق، أما إذا كان هو بالأصل متأخر فلا يمكن أن نستدرك التأخير الناجم عن جائحة كورونا ويبرر التأخير الحاصل لديه بسبب فقدان إنتاجية أو سوء إدارة العقد. اختلاف معالجة تغييرات العقد أثار جائحة كورونا من عقد لآخر. طالما الإجراءات مختلفة حكم النظريات التي سوف تخضع لمعالجة التغيرات العقد هي مختلفة، وسوف تتراوح بين ثلاث نظريات: المخاطر، الظروف الاستثنائية أو الظروف الطارئة، والقوة الخارقة. إذن نؤكد على الناحية الأساسية سبق وذكرناها سابقا في المشاريع السابقة أن التغيير هنا يعود لطرف ثالث أو لظروف ما مفروضة على طرفي العقد، وليس التغيير الحاصل بسبب يعود إلى أحد الطرفين المتعاقدين.
التغييرات في العقود الإنشائية تخضع عموما إلى إحدى النظريات الثلاث. سوف نناقش تفصيل هذه النظريات. إذن أي تغيير يحصل في العقد خاصة عندما يعود للطرف الثالث، فإما نظرية المخاطر أو نظرية الظروف الطارئة أو نظرية الهوي القاهرة، ولكل نظرية المخاطر الريسك. المخاطر من المتفق عليه أن المشاريع الإنشائية خاصة المشاريع بشكل عام تتعرض إلى مخاطر، وهذه المخاطر تختلف من مشروع لآخر. تبقى المشاريع الإنشائية أكثر المشاريع عرضها من المخاطر، ليس فقط في مخاطر التمويل، مخاطر توفر الموارد، توفر المواد، مخاطر ناجمة عن ظروف الطقس، مخاطر الموقع، ارتفاعات الأسعار. هناك مخاطر كثيرة حقيقة، ويجب أن يتحوط المقاول لمواجهتها وأثناء توقيعه للعقد. فالمخاطر بالأساس هي أشياء يمكن أن تحصل، وهي معروفة بالنسبة إلى أطراف العقد، خاصة بالنسبة للمقاول. إذن المخاطر ليست أشياء غير معلومة، هي معلومة ولكن تحصل باحتمال، ممكن تحصل ممكن ما تحصل، ممكن يصير ارتفاع الأسعار ممكن ما يصير، ممكن يصير نقص في الموارد ممكن ما يصير، تأخر التوليدات أو لسبب ما، ولكنه ليس سبب يعني من النوع مثلا يعود إلى جائحة أو إلى أمر خطير. فالمخاطر تحصل وهي على المقاول أن يتنبأ، أو أطراف العقد بشكل عام تأكيد المقاول أن يتنبأ من هذه المخاطر ويضع السيناريوهات لمواجهتها. إذن وتنص معظم أدلة إدارة المشاريع على أن المخاطر ترافق مختلف أنواع المشاريع، بما فيها الإنشائية التي تعتبر موجودة فيها دائما، وخاصة إذا زادت مدة المشروع وتنشف. إذا تزداد المخاطر بزيادة مدة المشاريع وتعقيدها وضخامتها وتعدد أطرافها، كل ما زاد مدة المشروع كذلك المخاطر. لا نعلم على المدى البعيد ماذا سيحصل. التعقيد المشروع، المشاريع معقدة غير المشاريع المكررة، معقدة بتصميم مختلف، المصمم ليس له علم بها، تحتاج إلى تمويل كبير، تحتاج إلى تقنيات عالية. ضخامة أكيد المشاريع الضخمة هي كثير من الموارد والمعدات والآليات والأطراف، وكل ما زاد هذه الأطراف كل ما صار في مخاطر تدخل على المسير، في عدم تنسيق، ما في coordination بين أطراف العقد، في misunderstanding، في عدم فهم العمل بشكل جيد، خاصة أنه هذه الظروف أو هذه المشاريع نفسها لأول مرة. وتجمع مختلف عقود الإنشاءات على أن المخاطر التي ترافق تنفيذ المشاريع يجب أن يتحملها المقاول. ما يتعلق بتنفيذ المشروع، كل المخاطر يجب أن يتحملها المقاول، اللهم إلا إذا كان يعني توقف التمويل من الإدارة أو المالك، ولكن حتى هذه الناحية يجب أن المقاول يكون عنده بما يسمح العقد نمول مشروع، ليسما تنحل مشكلة التمويل لدى المالك. ومعظم الأدبيات إدارة المشاريع والمنهجات إدارة المشاريع تعمل إدارة للمخاطر كمنهجية، كما ورد في الدليل المعرفي إدارة المشاريع منهجية PMI، إدارة المخاطر في المشروع Project Risk Management. هناك حق المعرفي الكامل كيف ندير مخاطر المشروع، وكيف نعمل سجل المخاطر، وكيف نعمل نرتب المخاطر حسب تأثيرها وأولوياتها واحتمالية حصولها من خلال ما يسمى بالريسك ماتريكس أو مصفوفة المخاطر.
يجب على المقاول إذا درست مختلف أنواع المخاطر التي يمكن أن تواجه المشروعين، والأهم من ذلك هو وضع سيناريوهات لمواجهتها من التقليل من آثارها السلبية على مشروعي. أنا بدرس كل المخاطر اللي ممكن تصادف مشروعي، وحتى أوضع سيناريو لمواجهتها أو التقليل من آثارها إذا كان لابد من التقليل. إذا نحن بنحاول نعمل سيناريو بديل وفي جديد، إذا نقص مواد شبعانين أو نقص تمويل شبعانين، إذا الموارد البشرية تركت المشروع بعد رفع المشروع قبل انتهائه، خطر الهدف العامل الخبيرة أو المهندسين أو الإداريين أو الإداريين إلى آخره. كل هذه القضايا يجب أن يكون هناك أجوبة وسيناريو بديل، أو نحن نحاول نقلل من الآثار السلبية على المشروع. إذا توقف تمويل المشروع لفترة، ما توقف المشروع وإنما حاول قلل من الآثار السلبية وتمشي بالحد الأدنى من الموارد في المشروع، حتى ما يتوقف المشروع وتحمل المسؤولية كمقاول، ليس ما في الحل مشكلة التمويل لدى المال. ولكن هذه المخاطر إذا ما استمرت، بعض هذه المخاطر إذا ما استمرت أو زادت على الحد الوارد في العقد، يمكن أن ترقى إلى مصاف الظروف الطارئة أو حتى الظروف الطارئة. إذن بعض هذه المخاطر اللي أنا عم بقول إنه التي تحصل في المشاريع والتي يجب أن يتحرك بها المقاول، وعليه أن يطبق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة التي فيها إدارة للمخاطر، ويحاول يقلل الآثار السلبية ويزيد من الآثار الإيجابية إلى آخره. لكن إذا استمرت أو زادت هذه المخاطر عن الحد الوارد في العقد، يمكن أن ترقى إلى مصاف ظروف الطارئة أو عقوبة الطارئة. يعني مثلا معظم العقود الوطنية في الدول العربية تسمح بالتعويض على المقاول بعد حد معين من ارتفاعات الأسعار في حال تضخم. التضخم والانهيار العملي هو من المخاطر، وهو من الظروف الطارئة وتصل إلى القوة القاهرة. فيمكن إذا زادت عن نسبة محددة، مثلا في العقد السوري هناك 15% على المقاول أن يتحملها في ارتفاعات الأسعار، وفي حال زادت عن 15% يتم التعويض عن المقاول من هذه الزيادات الطارئة على العقد على بنود العقد. لأن بعد 15% يمكن التعويض، ولكن هناك أساليب محددة ولجان تصدر في قرار الوزير لكيفية الحصول على تعويضات وإعادة توازن من السعر، توازن ما يسمى بالتوازن السعر. ممكن أحيانا من جهة المحاكم وإذا تحكيم حسب ما هو مسؤول في بند النزاعات أو خلافات العقد. هذه المخاطر يمكن، ولكن إذا انهارت العقد بشكل كبير كما حصل كل الأسعار جاوزت 30-40 مليون، هذه 11 أضعاف. هذه نظرية الظروف الطارئة أو ما يسمى exceptional and unpredictable events، يعني أشياء غير متوقعة أو حوادث استثنائية. نظرية الظروف الطارئة من المتفق عليه أن تطبق هذه النظرية في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام أضحى مرهقا
لأحد الأطراف أو كليهما. إذن تطبق هذه النظرية عندما يكون تنفيذ الالتزام لأحد طرفي العقد أو كليهما أضحى مرهقا، بمعنى أن تطبيق الالتزام والواجبات الواردة في المخصوص عنها في العقد تؤدي إلى خسارة كبيرة للمقاول أو لأحد الطرفين، وبالتالي هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراء معين، ويكون ذلك برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. يجب أن نعيد التوازن من العقد إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين، بمعنى نعيد التوازن ونوزع المخاطر الناجمة عن ذلك على أو الإرهاق الذي تم على طرفي العقد. فعندما يتوقف المشروع بسبب ظرف طارئ، هذا خسارة لكلا الطرفين. هناك خسارة للمالك كونه يخسر فرصة استثمار المشروع في الوقت المناسب، وبالتالي قد يسبب له خروجا من السوق أو خسارة لا بأس بها. وأما المقاول فهناك أيضا يسبب له خسارة حتى وإن توقف العمل ولا في المشروع، فهناك رأس مال مجمد بسبب التأمينات والتوقيفات، وهناك أيضا نفقات غير المنظورة والنفقات الإضافية على العقد التي تستمر طالما المشروع لم ينتهي وما حصل فيه كلوز أب. وبالتالي النفقات اللي بتتم في المكتب، مثلا النفقات الإضافية أو الأوفيس أوفر هيد، كل هذه النفقات تستمر حتى وأن توقف المشروع لفترة من الزمن. وهناك وردت عدة تعريف للظروف الطارئة. إذا أحد هذه التعريف أنها أي حدث، يعني event، يقع أو يمر على دولة ما. إذا هذا الحدث يقع ويمر على دولة ما، ويتعذر معه مواجهته باتخاذ القرارات الإدارية التقليدية. هناك إجراءات تتم بشكل يومي ومثل ما إجراءات إدارية تقليدية، لكن هذا الظرف الطارئ يتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات غير عادية وسريعة للتفادي أو لمواجهة هذا الظرف الطارئ أو الأضرار التي يمكن أن يسببها هذا الظرف الطارئ أو وقوع الحدث. إذن هناك أشياء في الدولة تتخذ لمواجهة هذه الظروف أو تقليل منها. الحالة الثانية هي حال أو التعريف الآخر أو تعريف آخر، في هناك أحيان إخفاق ومعوقات تنفيذ العقد frustration، وهذا بيؤدي إلى وقف التزام تنفيذ الالتزامات التعاقدية مؤقتا في المشروع أو في العقد المشروع، ومن ثم إعادة ترتيب هذه الالتزامات وفقا للظروف المستجدة دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود. يعني بتوقف المشروع، توقف المشروع لفترة بسبب معوقات تعيق المشروع، المعوقات تعود لطرف ثالث، ممكن يكون في طرف آخر تسبب بإعاقة لتنفيذ المشروع. في هذه الحالة كلا الطرفين لا يتحملان المسؤولية ولا تفرض غرامات تأخير على أي منهما، وإنما يتم توقف المشروع لفترة من الوقت، ومن ثم يستمر الطرفين بتمييز التزاماتها وفقا لهذه الظروف عندما ينتهي تأثير هذه الظروف، ولا تتم فرض غرامات أو تعويض. يعني لا توجد غرامات تأخير ولا تعويض للطرف ضد آخر. ويقصد أيضا بالظرف الطارئ هو كل حادث ينشأ أو عذر يطرأ بعد إبرام العقد. إذا هذا الشيء الأساسي، هذا الحادث، هذه الحادثة، هذا الظرف نشأ بعد إبرام العقد، لم يكن منظورا أو معلوما لدى إبرام العقد من كلا الطرفين، كالآفة أو الجائحة أو النازل، بحيث يجعل العاقد أو المتعاقد عاجزا عن تنفيذ العقد بضرر زائد لم يستحق بالعقد.
لم يستحق بالعقل. يعني هذا الحدث هو حدث وصار ولم يكن موجودا أثناء إبرام العقد، وطرأ بعد إبرام العقد وسبب ضررا، أصبح معه العاقد أو المتعاقد عاجز عن تنفيذ العقد لهذا الضرر بما يرفقه من ضرر زائد، وهذا الضرر الزائد لم يستحق ولم يكون مذكورا في العقد. فالحوادث الطارئة هي حوادث حالات عامة غير مألوفة، الزلازل غير مألوفة، البراكين غير مألوفة، السيول الجارفة غير مألوفة، الجائحة كجائحة كورونا غير مألوفة، لم يكن في الحسبان توقعها ولا دفعها، لا يمكن لكلا الطرفين من توقف أو توقف. إذن من خلال التعريف السابق لنظرية الظروف الطارئة يمكن أن نحصل على شروط التطبيق العامة. إذن أن يقع ظرف طارئ وخطير يهدد سلام في البلاد، إذن هذا الظرف هو طارئ بعد توقع العقد وخطير ويهدد سلام في البلاد، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات إدارية غير تقليدية. أن يتم تناول أحكام الظروف الطارئة في الدستور أو في القوانين الناظمة في البلد أو تخص المشروع، إذن هذا الشيء بيكون فيه مذكور بالقوانين والأنظمة المطبقة شيء ما يخص الظروف الطارئة، وتنص جميع عقود المشاريع وجميع الشروط العامة للعقود الإنشائية وعلى ما يسمى بالظروف الطارئة أو الظروف الاستثنائية بما فيها العقود الدولية أو العقود الفدية، كلها تنص على هناك مواد تشير إلى ما يجب التصرف في حال وقوع هذه الظروف أو الحوادث. أن يتم الإعلان عن أن ما يمر به البلد هو ظروف طارئة، إذن يجب يكون هناك إعلان في البلد على أن ذلك هو ظرف طارئ وليست حالة اعتيادية، وهذا الشيء يجب أن يحصل. أن يتم إعلان إجراءات التي ستتم بها مواجهة الظروف الطارئة، ما هي الإجراءات التي سوف تقوم بها الدولة وإداراتها المعنيين بهذه الآثار هذه الظروف الطارئة، شو هي الإجراءات؟ إذن هناك إجراءات سوف تتبع لمواجهة هذه الظروف والتقليل من آثار هذه الشروط الأربعة. إذا دققنا فيها، هل تنطبق على هذه الشروط على جائحة كورونا؟ الجواب السريع والجواب العام نعم تنطبق، كل الشروط الأربعة كانت متوفرة بشكل أو بآخر، وإن كان ليست بنفس الدرجة في جميع دول العالم. نظرية الظروف الطارئة هناك إذن أربعة شروط لتطبيق. نعيد طرح السؤال، هل تنطبق هذه الشروط على جائحة كورونا؟ لنرى. أولا أن يكون الظرف الطارئ حادثا استثنائيا، إذا الظرف الطارئ ليس اعتياديا، ليس يحدث بشكل دائم ولا يمكن توقعه، إذا هو حادث طارئ واستثنائي نادر الوقوع، ما كل يوم بتصير زلازل ولا في 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 بلد ما أو في منطقة ما، رغم يوميا بدول العالم تحصل زلازل تختلف الشدة تبعها. طبعا نتكلم عن الزلازل المدمرة والزلازل التي تعيق تنفيذ المشاريع بشكل عام أو العقود، والسيول والحروب ونحوها من الآفات التي هي نادرة الوقوع وليست مألوفة، إذن هي نادرة لا تحصل دائما، وهذا الشرط يمكن أخذه من الأحاديث الآمرة بوضع الجوائح، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وأن ينص عليها في العقود، وقد عرفها الفقهاء بأنها ما لا يستطاع دفعه في العادة، إذن الشيء ليس بالمستطاع والأمور دفعه في العادة، ليس عادة نستطيع دفعه أو إيقافه كالريح والمطر الشديد وغير ذلك من الظروف التي تحدث حدوثا استثنائيا. وذكر بعض الباحثين أنه يجب أن نستبعد الظروف الخاصة بالمدين، يعني المدين قد يمر بظروف استثنائية، أو المتعاقد مثلا إفلاس المدين، إصابته بمرض، احتراق محصوله، هلاك بضاعته، هذه الحالات الاستثنائية التي تحصل ليست المقصودة هنا. هذه الحوادث مهما كانت
ومهما أدت إلى إرهاق المدين في تنفيذ التزامه، لكنها لا تعتبر من قبل الحوادث الطارئة التي تبرر تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة. إذن الحوادث الاستثنائية التي تخص المدين الشخصية كسوء إدارته نتيجة الإفلاس، نتيجة سوء الإدارة، إفلاس المدينة أي سبب كان، إصابته بمرض، احتراق محصوله، هلاك البضاعة، مثلا سرقة البضاعة بالكامل من أرض المشروع، هذه الحوادث ترهق المدينة، لا شك أنها مرهقة للمدينة وتعيق وتنفيذ التزاماته، ويمكن أن تؤدي إلى خسارة، ولكنها لا تعتبر من قبل الحوادث الطارئة التي تبرر تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة. إذا النتيجة، هل لو الإجابة على السؤال نقول نعم أن هذا الشرط يتوفر، شرط استثنائية في جائحة كورونا، شرط استثنائية متوفر، هو حدث طارئ استثنائي لا يحصل عادة ولم يكن بالحسبان توقعه، إذا شرط ولا يحدث عادة، إذا شرط استثنائية متوفر. الشرط الثاني أن يكون الظرف الطارئ عاما، إذا الظرف الطارئ ليس خاص ولكنه عام، أن الظرف الطارئ على مستوى الدول، لا بل جائحة كورونا حصلت على مستوى العالم. يجمع الخبراء القانون على أن يكون الظرف الطارئ ليس خاصا بالمدين، الحالات اللي ذكرناها سابقا كأفلاسه وهلاك محصوله أو بضاعته مهما كان مرهقا له، وإنما يجب أن يشمل هذا الظرف جميع الناس، إذا لا يخص المدين أو المتعاقب، هذا الأثر أثر على جميع الناس في البلد أو في منطقة المشروع، وقد يختلف الأمر حسب نوع العقد أو مضمونه. مثلا يكفي أن يحدث الحدث الطارئ في منطقة المشروع ليكون عذرا للمتعاقد، مثلا هطول مطر كبير في منطقة المشروع أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل كبير ومختلف عن دراسة المشروع. نفترض لدينا مشروع في منطقة ما، وتقدم المشروع المقاول أو إلى بعرض تنفيذ المشروع، فهو يستند إلى التقارير التربة، يستند إلى معدل هطول المطري في المنطقة، لديه فكرة عن معدل هطول والظروف الجوية المرافقة في المنطقة. ولكن إذا حصل في موسم مطري سقوط مطري كبير بشكل كثير وبشكل غير متوقع أو غير لا يحصل عادة، لأن معدل الهطول هو الشيء الاعتيادي، أدى ارتفاع المنسوب المياه الجوفية بشكل كبير واختلف عن الدراسة، واضطر هذا أدى إلى إرهاق المقاول في تنفيذ أساسات البناء والقواعد المشاريع، إذا كان لدينا مشروع أيا كان مشروع سد، مشروع جسر إلى آخره، إذا هناك أشياء أدت إلى هذه الأحداث الطارئة لم تكن في الحسبان، وليس معلوما لدينا هل يكون سقوط مطري لدرجة كبيرة أم بزيادات بسيطة أو تأرجح بسيط حول المعدل العام. كذلك الأمر إذا أتى حريق على مدينة بالكامل أو حي منها فهو يعتبر ظرف طارئ، لم يشمل البلد وإنما ظرف كمان المدينة أو الحي أو المكان الذي في المشروع. وكذلك الشأن بالنسبة للحادث الذي يلحق مجموعة أو فئة معينة من التجار أو منتجي أحد السلع، إذا الموردين أيضا صار في أصاب هذه الفئة دون غيرها فيعتبر هو ظرف طارئ عام. إلا أن البعض يرى اشتراط العمومية في الحادث الاستثنائي يتعارض مع الغاية التي نظمت من أجلها نظرية الظروف الطارئة. إذا بعض المشرعين وبعض الخبراء يرى أن اشتراط العمومية الحادث الاستثنائي يتعارض مع الغاية التي نظمت من أجلها نظرية الظروف الطارئة، وذلك ذكرت أنا بالأمس لي أنه ممكن يكون ليس على كامل البلد، وأنما ممكن يكون في على مستوى منطقة مدينة، أماكن وجود منتجي للسلع، منطقة صناعية فيها كل فيها منتجي السلعة هي، فبالتالي إذا جاء حادث أو طارئ حريق سيول وأدى إلى احتراق كل المعامل الموردة لهذه السلع أو لسلع معينة، فبالتأكيد هذا ظرف طارئ وأن لم يشمل البلد بالكامل. ولذلك يلاحظ
أن القوانين المدنية في الدول العربية لم تشترط عمومية الحادث. إذا هناك القوانين المدنية تنظم العلاقة بين المدين أو المتعاقد والمالك لم تشترط عمومية الحادث، بل جعلت كل حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى إرهاق المدين موجبا لتطبيق هذه النظرية. إذا كل حادث استثنائي يقع ولم يكن متوقع أثناء تنفيذ العقد ويؤدي إلى إرهاق المدين موجبا لتطبيق هذه النظرية. النتيجة أيضا، هل يتوفر هذا الشرط في كورونا؟ يتوفر شرط عمومية الحدث في جائحة كورونا بشكل بامتياز. إذا هنا لم يعم البلد وإنما حتى كان يعم العالم تقريبا أجمع، كل الكرة الأرضية عانت من هذا الجائحة. نستمر بشروط تطبيق الظروف الطارئة. إذا الشرط الثالث، أن يكون الظرف طارئ غير متوقع، بمعنى أن الظرف الذي نسميه ظرفا طارئا لم يكن متوقعا من قبل أي من الأطراف المتعاقدة أثناء توقيع العقد، أي أنه يحدث بشكل مفاجئ دون معرفة مسبقة من قبل، يعني لا يمكن التنبؤ به من قبل الطرفين المتعاقدين أو الأطراف المتعاقدة أثناء توقيع العقد، وإلا انتفت عنه صفة الظرف الطارئ أو أحد شروط الظرف الطارئ. نقصد بتوقع الظرف الطارئ واحتمال وقوعه وما يستكبد منه متعاقد من صعوبات في تنفيذ الالتزام، ولا سيما إذا كان التزام إذا كان التزاما ثقيلا على الكاهل، بمعنى أن إذا التوقع الظرف الطارئ هو نحن لدينا احتمال حصول بنسبة ما، ولدينا معرفة مسبقة تقريبا بكم سيتكبد منه التعاقد من صعوبات، وكم وهي ونتنبأ بالآثار الناجمة عن هذا الظرف. فعندما يكون المدين أو المتعاقد متوقع حدوث الظرف الطارئ عند التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام العقد، فإنه بذلك يكون مقدر من الظروف ومتوقعا لاحتمال حصول هذا الظرف أو الحدث، وليس له أن يتشبث بتطبيق نظري وأنزلها على واقع العقد عندما يلحق به الضرر، والذي كان في الحسبان محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد ومع ذلك أقدم على العقد ولم يكترث. يعني لنفترض أن أتى مقاول ووقع عقدا لإنشاء مشروع وهناك مادة إنشائية ما، وليكون التسليح وليكون أو بعض المواصفات أو المواد، كان صدر قرار يمنع الاستيراد من الخارج، وأتى هو ووقع العقد. بهذه الحالة لا يمكن أن يأتي بعد ذلك عندما يبحث عن المادة أو المواصف المطلوبة ولم يجدها في السوق، يأتي إلى الإدارة ويقول يجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ويجب أن يتم تعويضي على الضرر الذي حصل نتيجة عدم توفر هذه المادة، أو اضطر أن يدفع مبالغ أكثر للحصول عليها، كون كان قد صدر قرار المنع قبل حصول أو توقيع العقد. مثال آخر، هناك مشروع بجانب مجرى نهر أو مجرى سيل موسمي، وقام المقاول بوضع مواد وآليات في المجرى، ثم أتى سيل وجرف معه هذه الإحضارات والآليات، فليس للمقاول حق في تعويض الضرر الحاصل عن هذا الظرف، لأنه متوقع الحدوث والمقاول لم يكن حريصا. إذا هو من وضع هذه الآليات وهذه المواد في المجرى أو قريبا من المجرى، ودائما الأنهار معرضة بشكل سنوي لحصول سيول موسمي، وبالتالي لا يحق للمقاول في هذه الحالة أن يطالب بتعويض الضرر الحاصل له. يتوفر هذا الشرط أيضا الظرف الطارئ في جائحة كورونا. جائحة كورونا لم تكن متوقعة أبدا في العالم، وهي ظرف طارئ بامتياز.
نستمر بنظرية الظروف الطارئة لنرى الشرط الرابع لتطبيقه. رابعا، أن يكون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهقا. إذن أن يكون تنفيذ الالتزام لأحد طرفي العقد أو كليهما مع وجود الظرف الطارئ مرهق، بمعنى أنا كمقاول إذا كنت سوف أنفذ هذه الالتزامات الواردة في العقد سوف يكون مرهقا بشكل كبير لي. إذن هذا الكلام الشرط يكون التطبيق أو شرط تنفيذ الالتزام يكون يرافق إرهاق وخسارة غير متوقعة للمقاول أو للطرف المتضرر. ولكن هذا الكلام يعني فيه أخذ ورد، وعلى من الصعب دائما أن نحكم على الأمور هل كان التنفيذ مرهقا أم لا. إذن هذا الشرط يستلزم أن يكون الظرف مرهقا في التنفيذ عن الحد المقبول أو المعقول بشكل واضح وبين. إذن ما هو الحد المعقول والمقبول؟ لا شك أن هذا الأمر من الصعب تحديده إن لم يكن واردا في العقد، يعني أو خبراء الصناعة والقضاء هم الذين يحددون ما هو الحد المقبول والمعقول. يعني مثلا عندما ترتفع الأسعار أكثر من 15%، هذا يعني أن فهذا الحد المقبول في العقد، يعني من غير المقبول ومن غير المنطقي أن ينفذ المقاول دون أن يغطي نفقاته أو دون أن يكون هناك ربح. 15% يفترض أنه ليست الربح الصافي وإنما ربح مع الضرائب والهوالك وإلى آخره. فإذا ذهبت 15% المفروض يتحمل المقاول أصبح ينفذ خسارة من رأس ماله، وبالتالي المشرع وضع 15% هي الحد المقبول لزيادة الأسعار، وما عدا ذلك فيصبح مرهقا ووجب التعويض على المقاول. يقول الخبير القانوني السنهوري: وإرهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار ثابت. إذن كما ذكرنا ليس هناك معيار ثابت إنما مرن، بمعنى ما هو مقبول هنا قد يكون غير مقبول هناك، وما يقبل به هذا القاضي لا يقبل به قاضي آخر أو هذا الخبير، بل يتغير بتغير الظروف. إذن أنت تتغير الظروف يتغير هذا المعيار، فما يكون مرهقا لمدين قد لا يكون مرهقا لمدين آخر، وما يكون مرهقا لمدين في ظروف معينة قد لا يكون مرهقا لنفس المدين في ظروف أخرى. المدين أو المتعاقد لإمكانياته المالية محدودة غير الشركة الكبرى أو نوع التروستات أو الشركات الضخمة المقاولات الضخمة التي يمكن أن تتحمل أكثر. إذن لا يكون مرهقا لمدين في ظروف معينة قد لا يكون مرهقا لنفس المدين في ظروف أخرى. والمهم أن تنفيذ الالتزام يجب أن يكون بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة. إذن الشرط الأساسي أو الشيء البين والواضح أن إذا ما أصر الطرف الآخر على تنفيذ الالتزام من قبل الطرف الذي يتعرض للخسارة فهو يهدد المدين أو المتعاقد بخسارة فادحة. الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي، لأن التعامل مكسب وخسارة. ممكن المقاول ما يكسب للمشروع أو يخسر، يخسر هذا شيء عادي، يدخل بمشروع ولكن يكون خاسر. إذن ولكن هو المقصود هنا المقصود أن التنفيذ الالتزام يكون يهدد المدين بخسارة فادحة لا يتحملها. إذن هنا هل هذا الشرط ينطبق على جائحة كورونا؟ نقول يجب التحقق من ذلك.
جبت حقه. من كل حال، ولا يمكن الجزم دائما بأن هذا الظرف أو رائحة كورونا أو ذاك كان مرهقا للمدين أو متعاقل، ذلك تبعا للإجراءات التي رافقت الحالة. إذا يجب أن نتحقق تماما من الحالة، من كل حالة، من كل عقد، من كل حادثة تحصل، وحتى نقرر هل جائحة كورونا في هذا المنطقة، في هذا البلد، كان تنفيذ الالتزامات للأطراف المتعاقدة مرهقا، المتعاقد أو المدين. وهذا الشيء يتعلق بنوعية الإجراءات التي اتخذت في هذه المنطقة أو ذاك أو هذا البلد. كخلاصة لنظرية الظروف الطارئة، نقول إذا تفرض نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائي حصول حدث طارئ وغير متوقع عند إبرام العقد، وأصبح معه العقد مرهقا لأحد الطرفين. إذا الحدث يحصل بعد توقيع العقد، الحدث الطارئ أو الاستثنائي بعد حصول بعد توقيع العقد وغير متوقع من الأطراف، وأصبح معه العقد مرهقا لأحد الطرفين أو كليهما، وأن يكون هذا الظرف قد حصل قبل الانتهاء من تمييز التعاقد. إذا ما بيصير الشيء يترتب بعد انتهاء التعاقد، قبل ما ينتهي التعاقد أو العقد يكون في تأثير واضح، ورتب خسائر فادحة لا يمكن تفاديها على أن يعود تطبيقه إلى السلطة التقديرية للمحكمة. إذا لا يمكن من تلقاء نفسه المقاول أو الإدارة أن تقرر ذلك حسب القوانين والأنظمة. طبعا هذا يعود إلى العقود الموقعة بين الطرفين. إذا كان في عند العقود العقد الحكومي، فيجب أن نلجأ إلى الطريقة التي بينها العقد الحكومي عن آلية تطبيق الذي يعود إلى السلطة التقديرية وهي المحكمة، أو بيعمله أو هناك تصدر لجان وزارية تحدد بإجراءات معينة هل يستحق المقاول التعويض أم لا. وإذا المحكمة استنادا لخبراء الصنعة بعد أن يتقدم الطرف المتضرر بالادعاء توافر نظرية الظروف الطارئة، إذا يجب على الطرف المتضرر أن يتقدم الادعاء إلى المحكمة ويطلب التعويض وفق نظرية الظروف الطارئة، وإثبات ذلك حصول ذلك وبأن التزام الناتج عن العقد أصبح بالنسبة إليه مرهقا، مع المطالب بإعادة توازن بين العقد. إذا عليه أن يثبت أن الذي حصل هو يتعلق بظرف طارئ وأصبح مرهقا، ولا يمكن تنفيذ الالتزام الناتج عن العقد بأي شكل من الأشكال دون وقوع خسارة فادحة عليه، وبالتالي يطالب بإعادة التوازن بين العقد. فيما يخص جائحة كورونا أو كوفيد 19، حقيقة هناك إجماع، شبه إجماع من سواء الآراء القانونية أو خبراء الصنعة للقول بأن نظرية الظروف الطارئة تنطبق بشكل كامل على جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره دون سابق إنذار أو توقع، وترتب عليها خسائر فادحة، لأن تنفيذ بعض الالتزامات المترتبة على العقد أصبح مرهقا لبعض المتعاقدين كما ذكرنا حسب منطقة العقد أو منطقة المشروع، وحسب شدة الإجراءات الحظر التي طبقت في هذه البلد، في هذا البلد أو ذاك أو هذه المنطقة أو تلك، ما يعطيهم الحق باللجوء إلى القضاء لطلب إعادة توازن مالي العقد عبر زيادة المقابل المالي. إذا كيف نعيد توازن العقد؟ نزيد التعويض أو المقابل المالي للطرف المتضرر، مقابل بحيث نعيد التوازن إلى العقد ويصبح تنفيذ الالتزام غير مرهق للطرف المتضرر. نظرية القوة القاهرة أو الفورس ميجور ثيوري. إذا نحن قلنا إنه ظرف الطارئ يحصل دون استثنائيا، ظرف طارئ استثنائي غير متوقع يتم الإعلان عنه إلى آخره إلى آخره، ويصبح تنفيذ الالتزام مرهقا. أما إذا استحال التنفيذ فيطبق على الأمر نظرية أخرى هي نظرية القوة القاهرة. إذا استحال التنفيذ أصبح لا يمكن لأي طرف أن ينفذ التزامه بأي شكل من الأشكال التي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية الظروف الطارئة. إذا نظرية القوة القاهرة تستوجب استحالة التنفيذ، يصبح
هناك في حالة مطلقة في تنفيذ الالتزام والعقد، والجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام. إذا كانت القوة قوة قاهرة، وهذه القوة القاهرة لا يمكن دفعها أو وقوف آثارها أو توقيف آثارها من الطرفين، فالجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام. إذن تفسخ العقود وينقض الالتزام تماما دون وقوع خسارة على الطرفين المتعاقدين أو دون تطبيق خسائر إضافية. أما الخسارة فهي واقعة ولكن على الطرفين، وبالتالي لا يمكن استمرار بالعقد. أما إذا لم تتجاوز الخسارة الحد المألوف فلا مجال لتطبيق القوة القهرية. إذا الحد المألوف إذا شرحناه في الشريحة الماضية أن هناك في حد مألوف أو حد معقول أو مقبول، إما بيكون وارد في العقد أو خبراء الصناعة يحددوه، وبالتالي لا يمكن تطبيق القوة القاهرة ويبقى الالتزام موجودا ولكن نعيد التوازن العقد. وحقيقة في سوريا هناك الكثير من المشاريع تم تطبيق نظرية القوة القاهرة حتى قبل جائحة كورونا بسبب الأزمة والأعمال الحربية ودخول المنظمات الإرهابية إلى بعض المناطق، ففي مشاريع لم تبدأ وإن كان المقاول رسميا بدأ بالمشروع وأخذ أمر مباشرة واستلم موقع المشروع أو لم يستلم، نسبة تنفيذ متدني أو صفر، فهذه العقود ألغيت بفعل بتطبيق الفورس ميجر أو القوة القاهرة. ما هي القوة القاهرة؟ كيف نعرف القوة القاهرة؟ القوة القاهرة هي كل فعل خارجي لا يد الإنسان فيه، إذا هو فعل خارجي ليس للإنسان يد فيه كالحوادث الطبيعية والحروب إلى غيرها من المسائل غير المتوقعة. إذن هو فعل خارجي الإنسان ما له يد فيها، تقع هذه الحوادث كالحوادث الطبيعية والحروب. الحروب المقصود لا يد الإنسان، يعني الأشخاص المعنيين بالعقد لا يد، ليس لا يعود بسبب خصهم. وبالتالي هذه الحروب تقع، حروب خارجية، غزو خارجي، كل هذه الأشياء تحصل دون تدخل من الأطراف المعنية العقد أو المشروع. في الفقه الإسلامي تعالج القوة القاهرة بنظرية العذر والجوائح، عملا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا الله سبحانه وتعالى ما بيكلف نفس إلا وسعها، عندما يتجاوز التكليف الوسع فيجب انقضاء الأمر، وبالتالي لا يمكن أن الله يكلفنا أكثر من طاقة لنا. إذن وقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لقد شملت مختلف قوانين التعاقد العربية على تعداد أشكال أو أمثلة على القوة القاهرة دون تعريفها تعريفا جامعا شاملا. إذن مختلف قواعد التعاقد العربي والقوانين المدنية في العالم العربي أو في الدول العربية عددت أشكال وأمثال القوة القاهرة، ولكن ما عرفت تعريف جامع شامل ولم تضع شروط لها. المنظم السعودي أو المشرع السعودي لم يعرف القوة القاهرة وإنما أشار إليها في بعض نصوص الأنظمة، ومن ذلك أيضا ما جاء في المادة 74 من نظام العمل يتم إنهاء العقد في حال قوة القاهرة فوق إرادة الطرفين. واضح تماما أن الذي حصل هو قوة القاهرة فوق إرادة الطرفين، لم يكن أي تدخل لإرادة الطرفين المتعاقدين وبالتالي يعتبر قوة القاهرة. وكذلك أمر قانون التعاقد السوري لم يورد تعريفها وإنما عددها وترك المجال مفتوحا للخبراء والمحاكم والقضاة لتقرير هل الظرف الطارئ أو الظرف الحاصل أو الطارئ هو قوة قاهرة أم لا. إذن الخبراء المحاكم والقضاة لهم السلطة التقديرية لتقرير هل الظرف الذي حصل هو ظرف طارئ
أم قوة قاهرة، بالتالي المعالجة سوف يمكن أن تختلف أحكام القوة القاهرة اختلافا كبيرا اعتمادا على كيفية صياغة الأطراف لها. القوة القاهرة عادة يمكن أيضا أن ينص العقد على تعريفها وإعطاء أمثلة، وبالتالي إذا كنا نحن مقيدين بهذه الأحكام فممكن نشوف في اختلاف بين عقد وآخر، ولكنها غالبا ما تغطي العديد من فئات الأحداث التي يمكن أن تؤثر على المقاولين والموردين والعملاء أجهزة التوريد. إذن ممكن الشيء يغطي بعض الأشياء التي تحصل وتؤثر على المقاولين والموردين والعملاء قبل سلسلة التوريد، لأنه لدينا عدة موردين في المشاريع الإنشائية. ضمن القوة القاهرة العديد من هذه الأحكام وقائمة بالأحداث المحددة التي يمكن اعتبارها حدث قوة قاهرة بموجب العقد. إذا العقد يعدد هذه أنواع القوى القاهرة، يعددها، فإذا ما حصل أي منها فيعتبر قوة قاهرة، في حين أنه من غير المرجح أن تسرد معظم أحكام الظروف القاهرة. إذا ممكن أنه لا يمكن دائما، يعني دائما في مستجدات جديدة، مثلا الفيديك سابقا لم يذكر سناني أضيف في النسخة بعد 2005، التعديلات اللي صدرت بعد 2005 أصبح يذكر السونامي كقوة قاهرة أو حدث استثنائي. إذا من غير مرجح أن تسرد معظم من الأحكام الظروف القاهرة المرض والأوبئة أو الحجر الصحي على وجه التحديد، فإن العديد منها يتضمن أحكاما عامة تغطي أشياء مثل الكوارث الطبيعية. إذا يمكن أن اعتبار المرض أو الأوبئة أو الحجر الصحي هي كوارث طبيعية أو ما يسمى Act of God، يعني متعارف على أنه هذا الشيء بفعل فوق طاقة البشر أو ليس من عمل البشر، أو أعمال الحكومة أو ظروف أخرى خارجة عن سيطرة الأطراف. إذا أي شيء يحصل سواء بسبب أعمال الحكومة أو بأعمال أو بسبب كوارث طبيعية أو خارج سيطرة الأطراف أو من النوع القوة القاهرة أو الأكت أوف جاد، يمثل مثلا تفشي فيروس كورونا وضعا فريدا إلى حد ما، حيث انه لا انه حيث انه يتضمن مكونا طبيعيا، الفيروس نفسه مكون طبيعي صحيح ليس خليا ولكنه مكون مخلوق ومكون من العمل الحكومي، بما ذلك الحجر الصحي والاجراءات الوقائيه الاخرى التي تم وضعها لمنع تفشي الوباء. اذا هناك اجراءات حكوميه او اعمال حكوميه، اجراءات قامت بها الحكومة وطبقتها إجراءات وقائية، فبالتالي يعتبر فيروس كورونا هو في بعض الأحيان قوة قاهرة. إذا يجب على الأطراف مراجعة أحكام القوة القاهرة في عقودها بعناية لتحديد مدى انطباقها من عدمه. إذا يجب أن نرجع إلى الأحكام القانون، إلى الأحكام القوة القاهرة الواردة في العقد وفي قانون التعاقد، ونحتكم الى هذه الماده او هذه المواد لتوصف او تعدد القوة القاهرة لتحديد هل ينطبق ذلك على مشروعنا ام لا، هل ينطبق على فيروس كورونا او على نتائج او اثار فيروس كورونا ام لا. هو وجه الاختلاف بين كل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة. من خلال الشرح السابق لا شك أنه لاحظنا أن هناك اختلاف بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة. دون الدخول في جدل قانوني حول هذين المصطلحين، الحقيقة جزر لا يوجد خلاف في الشروط الواجب توفرها لأعمال واحدة من أي النظريتين، فالشروط متوافقة على كل يعني الشروط تنطبق على الظرف الطارئ والقوة القاهرة تقريبا
هي نفسها وشروط متوافقة أيضا، ولكن الخلاف الجوهري سيكون في الأثر القانوني. إذن هناك الأثر الناتج أو الأثر القانوني المترتب على الظروف الطارئة والقوة القاهرة مختلف، الذي يترتب على الإخلال بالتزام التعاقدي نتيجة ظرف طارئ أو قوة قاهرة. فالظرف الطارئ يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا ولكن ليس مستحيلا، ولكن إذا مرهقا لدرجة ولا يرقى إلى درجة استحالة. فإذا كان هذا الشيء الالتزام تنفيذ الالتزام للمقاول أو أحد الطرفين المتعاقدين أو أحد الأطراف المتعاقدة أدى إلى الإرهاق في تنفيذ التزامه بموجب العقد وليس استحالته، فنكون نحن بصدد إعمال نظرية الظروف الطارئة. وعندها يجوز للقاضي أو للمحكم أو للمؤصل أو للخبير أن يعمل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. إذن يجب أن يعيد الالتزام ويرده رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو المقبول حسب العقد، أو أن يعلق تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد في الالتزام المقابل دون فسخ العقد وفق ميزان ضرر وزال. إذن أما بيعيد يرد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول، أو يعلق يوقف العمل في المشروع لفترة من ينتهي من هذه الآثار الالتزام المرهق، أو ينقص منه يقلل من التزاماته، أو يزيد في التزام الطرف المقابل أو الطرف الآخر للعقد دون فسخ العقد وفق ميزان الضرر وزال. أما التمسك بظرف القوة القاهرة يستلزم إثبات أمام القضاء أن تنفيذ العقد كان مستحيلا في ظل هذه الجائحة أو هذا الظرف التي تضرب العالم أجمع، جائحة كورونا. إذن يجب إثبات أمام القضاء أن تنفيذ العقد كان مستحيلا في ظل ظروف جائحة كورونا. إذن بشكل سريع نقول أن نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة تقريبا المنشأ أو الشروط تنطبق على جائحة آثار جائحة كورونا، ولكن هل نطبق هذه النظرية أم تلك؟ إذن هذا يعود إلى خبراء الصناعة، يعود إلى المحاكم، يعود إلى الذين يتولون فضل النزاعات كالمحكمين أو الهيئات التحكيمية لتقرر هل هل الظرف الذي نشأ يخضع للظروف الطارئة أم إلى نظرية القوة القاهرة، لأن الأثر القانوني هو الذي يختلف وليس الشروط اللي عم تكون متماسكة، ولكن الأثر الناجم هو الذي يختلف. إذن بعض استعراض النظريات الثلاث لمواجهة آثار COVID-19 أو جائحة كورونا. كيف سلكت الدول الكبرى حيال آثار كورونا؟ حقيقة الدول الكبرى اللي تهيمن على الصناعات وعلى التجارة الدولية معنية بشركاتها التي تجوب العالم ومنتجاتها موجودة في كل البلدان وتنقل، وتأثرت كثيرا بهذه الجائحة. فبدأت الدول الاقتصادية الكبرى كأمريكا والصين باستصدار ما يسمى بشهادات القوة القاهرة. إذا صدرت شهادات من هذه الدول تعطى للموردين، للمصنعين، للمقاولين
ما يسمى القوي القاهرة، تبرز هذه الشهادة في مكان التعاقد، وبالتالي بصير إبرة ذمة هذه الأطراف، وبالتالي ينظر على أن هذه الظروف هي استثنائية وتخرج عن نطاق سيطرتهم. إذا هذه الشهادة تقضي بإبراء الأطراف من مسؤولياتهم إذا تعاقدية، كون يحملون هذه الشهادة من الدولة اللي عم تصدرها، فتصبح هذه الأطراف تخفى مسؤوليتها، وبالتالي بسبب هذه الظروف ولكونها تخرج عن نطاق سيطرتها. طالبت مؤسسات وشركات عالمية كثيرة بشهادة القوة القاهرة من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية. أيضا هناك يعني مؤسسات وشركات عالمية حاولت تستغل هذه الظروف للتحلل من التزاماتها، كون ممكن يكون العقود أصبحت غير مربحة بالنسبة إلى أو مكلفة نتيجة ارتفاع مثلا التأمين، ضعف العمالة، ضعف الإنتاج، كله وبالتالي زاد تكاليف الإنتاج. فحاولت بعض المؤسسات والشركات الدولية إنه تتحلل من التزاماتها من خلال الحصول على شهادة القوة القاهرة، وعدم أداء غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في التنفيذ أو عن استحالته. إذا حاولوا يحصلوا على الشهادات حتى يحققوا مكاسب إضافية. وافقت حكومات أعلاها على أنه لكي يتم الحصول على شهادة يمكن تقديم مستندات موثقة لإثبات التأخير أو التعطل. إذا الشهادات لا توزع بشكل عشوائي، وإنما هناك مستندات موثقة لإثبات أن التأخير أو التعطل حاصل وبسبب هذه الجائحة. وستكون الشهادة معترفا بها دوليا وليس محليا فقط. إذا هذه الدول تعمل على أن تكون هذه الشهادة الصادرة عنها معترفا بها دوليا وليس محليا فقط، نتيجة أنه كما ذكرنا هذه الشركات تسيطر على الصناعة والتجارة الدولية. فهل بالمقابل هل ستبدأ حكومات الدول العربية في تبني حلول وأفكار مماثلة؟ يعني تعطي شهادات وتكون لها من القوة ما يثبت أنها تبرر التحلل من المسؤوليات التعاقدية في شركاتها الوطنية ومؤسساتها الوطنية. أثر جائحة كورونا على العقود الدولية، عقود الفيدك. إذن الفيدك هو من أكثر العقود الدولية استخداما في التعاقدات غير الوطنية، لما تكون شركات أجنبية تتعاقد خارج بلادها، وحتى في هناك ضمن الدولي في ضمن مثلا القطاع الخاص ممكن يستخدم عقود الفيدك، أو حتى الدولي ممكن يستخدم عقود الفيدك لبعض المشاريع الاستراتيجية مع شركات عالمية. إذا الفيدك هو عقد أو شروط عقد حقيقة، هو إذا يتم فيه وضع الخطوط العريضة أو التفاصيل الجزئية للعمل الإنشائي وتحديد علاقة صاحب العمل مع المقاول وكذلك مع جهاز إشراف المتمثل بالمهندس المقيم. إذا هي عبارة عن اشتراطات عقدية للأعمال الإنشائية، تحدد علاقة صاحب العمل مع المقاول، التزامات صاحب العمل، التزامات المقاول وكذلك جهاز إشراف والعلاقة بينهم، ومن خلال ما يسمى المهندس المقيم الممثل للإدارة. ويعرف عقد الفيدك بأنه معيار عالمي للاستشارات في صناعة التشغيل. إذا هو معيار عالمي أو عقد دولي أو خاصة في مجال الاستشارات الهندسية والدراسات وما يخص العقود الإنشائية، تم تطويره على مدار 50 عاما. إذا نحن نعرف أن الفيدك تأسس عام 1913 في مدينة جينت البلجيكية باجتماع ثلاث اتحادات أو جمعيات هندسية مهنية، بلجيكا، فرنسا، وسويسرا. وهذه الدول تتكلم رسميا اللغة الفرنسية، ولذلك
الفيزيك اختصارا أتى من التعبير الفرنسي الامتحان الدولي للمهندسين الاستشاريين، ويتم التعرف عليه واستخدامه عالميا بالسلطات القضائية. إذا السلطات القضائية في هذه البلدان يمكن لها أن تطبق هذا العقد، ويعتبر مرجعا لجميع أنواع المشاريع. إذا كما سنرى لاحقا ليست مشاريع محددة، وإنما هو لطيف كبير من المشاريع، ويرمز له اختصارا بالفيزيك ناتج عن اختصار التعبير الفرنسي كما ذكرنا، الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية أو المهندسين الاستشاريين، حيث استخدمت شروط العقد في أعمال البناء والهندسة المدنية، ويجب أن يكون جميع المقاولين على دراية بهذا الشروط. إذا المقاول يوقع عقد واشتراطات الفيزيكية المذكورة فيه، فيجب أن يكون على دراية. ويحتوي عقد الفيزيك على جزئين، الجزء الأول يتحدث عن الشروط العامة للعقد، بينما يتضمن الجزء الثاني التطبيق الخاص لهذه الشروط. إذا الجزء الأول هو الجزء الذي يتحدث عن شروط عامة للعقد، بينما يتضمن الجزء الثاني التطبيق الخاص لهذه عقد الفيزيك الذي يشمل شروط البناء الهندسة المدنية بشكل أساسي، وأطلق عليه ما يسمى بالكتاب الأحمر. إذا الكتاب الأحمر هو ما يخص أعمال شروط البناء لمشاريع الهندسة المدنية. الطبعة الأولى ظهرت في العام 1957، وأطلق عليه اللقب الكتاب الأحمر. ومن ثم تم إصدار الطبعة الثانية والثالثة والرابعة في الأعوام 63، 77، 87، وأشهر هذه الطبعات هي طبعة 1999، ويسمى اختصارا فيزيك 99. ولما نتكلم على عقود الهندسة المدنية فيزيك، فنقول فيزيك 99 على طول، باعتبار أن أشهر هذه النسخ هي نسخة 99، و إلى أن جاء التحديث الأخير في عام 2017، ولكن لم يلغي الفيزيك 99، لا زال يستخدم، ولكن هناك تعديلات جديدة في 2017 تخص بعض، ومنها شيء بخص القوة القاهرة والحوادث الاستثنائية. إذا عقد الفيزيك الذي يشمل شروط وأسس البناء والتصميم، أطلق عليه الكتاب الأبيض. إذا ما يتعلق بعقود الاستشارات الهندسية والديزاين أو التصميم تحديدا، فهو ذا الكتاب الأبيض. أما الكتاب الأصفر فهو خاص بمشاريع الإلكتروكهربائية أو الميكانيكية والكهربائية. وهناك عقد فيزيك خاص بشروط عقود المشاريع الجاهزة، ويطلق عليه مسمى الكتاب الفضي. الكتاب الفضي هو خاص بمشاريع الجاهزة، يعني البناء زائد التصميم زائد التنفيذ، بيل ديزاين اند بيلد او تورينكي بروجكت، عقد جاهز او عقد بالمفتاح. عقد فيزيك الخاص بالعقود القصيرة وطلق عليه باسم كتاب اخضر. وهناك مسميات اخرى واصدارات اخرى تخص معظم الاعمال، شيء خاص بالمقاول الباطن إلى آخره. أعتقد اللون البرتقالي خاص بالمقاول الباطن. اللون لا يعني شيء، لا يرمز إلى شيء سوى أنه لتمييز عقد الهندسة المدنية عن عقد الميكانيك والكهرباء، عن عقد التصميم، عن عقد المشاريع الجاهزة إلى آخره. إذا لون الكتاب ليس له أي دلالة. الشروط التي يجب أن تتوفر في القوة القاهرة لتطبيقها على عقود الفيزيك. القوة القاهرة عرفتها المادة 19.1 النموذج الصادر في عام 99 أو ما يسمى فيزيك 99. إذن هو حدث استثنائي خارج عن إرادة الأطراف، ولا يستطيع أي أحد الأطراف تفاديها، ويجب أن تتوفر فيه أربعة شروط. إذن القوة القاهرة هي حدث استثنائي خارج عن إرادة الأطراف المتعاقدة، ولا يستطيع أي من هذه الأطراف تفاديها أو التغلب عليها، ويتوفر فيها أربعة شروط. هي
أم تكون أحداث استثنائية خارجة عن نطاق سيطرة طرف من الأطراف؟ إذن هي أحداث ليست اعتيادية، ليست معروفة، لا تحدث دائما، هي استثنائية. إذن شرط استثنائية شيء أساسي وخارجة عن نطاق سيطرة الأطراف، لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يسيطر عليها. ألا يكون الأطراف على علم به قبل إبرام العقد؟ إذا أي من الأطراف لم يكن على علم به أثناء توقيع العقد، يعني أنا لما أتوقع عقد في إذا بعرف إنه في شيء بده يصير مستقبلا فهذا الشيء لا ينطبق ولا يسمى قول قاهر كوني أعلم. هنا الأطراف ليست على علم به قبل إبرام العقد، وهذا ما ينطبق على جائحة كورونا. لم يكن أي من الأطراف متعاقدة قبل بدء الجائحة أو تأثيرها على معرفة بأنها ستحصل. أن يكون الحدث قد قام بعد عدم استطاعة الأطراف تجنبه أو تجاوزه. إذا الحدث الذي قد قام أو حدث أو ظهر بعد عدم استطاعة أطراف تجنبه أو تجاوزه، إذا لا يمكن، ليس باستطاعة أي من الأطراف تجنبه أو تجاوزه، لم يكن باستطاعة أي طرف من الأطراف أن تتجاهل الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة. إذن هذا الحدث لم يكن باستطاعة أي من الأطراف تجنبه وتجاوزه، وهذا ينطبق على جائحة كورونا على اعتبار أن لم يكن أي من الأطراف باستطاعته مواجهة الإجراءات التي فرضتها الحكومات في معظم دول العالم، فلا يمكن خرق مثلا عدم ممنوع الانتقال، خرق عدم التجول، كل هذه الظواهر التي أو الإجراءات التي أصدرتها الحكومات لم يكن باستطاعة أي من الأطراف المتعاقدة تجنبه أو تجاوزه. ألا يكون قد تسبب فيه طرف من أطراف العقد، يعني هذا الشيء أو الآثار الناجمة عن هذا الحدث لم تكن بسبب من أطراف العقد. الإجراءات التي تمت لإجراءات كورونا ليست في طرف من العقد هو الذي سعى لأن تكون هذه الإجراءات، وإنما هي تمت بشكل عام، والصفة العمومية هي المتوفرة. ست حالات استثنائية وضعها المشرع الدولي في عقود الفيزيك 2017. إذن النسخة 2017 اختلفت قليلا، وبدل من تعداد بالفيزيك 99 عدد شروط الحدث الاستثنائي أو شروط القوة القاهرة، هون نسخة 2017 عدلت وأضافت ما هي الحالات الاستثنائية الست إضافة إلى الشروط الأربعة السابقة. إذن يجب أن توفر هذه الشروط الأربعة مجتمعة حتى يتسنى وصف الحدث بالقوة القاهرة. فالقوة القاهرة التي كان منصوص عليها في نموذج 99 في البند 5-8 بنص صريح على اعتبار الوباء قوة قاهرة تؤثر على تنفيذ الالتزامات والتي يمكن الاستفادة منه لتمديد وقت تنفيذ الالتزام لم تعد موجودة بالتعديل الأخير. إذن هذه الشروط اللي كانت موجودة اللي هي إنه يتم تمديد وقت تنفيذ الالتزام لم تعد موجودة بالتعديل الأخير الوارد في العام 2017، حيث استبدل مصطلح القوة القاهرة بالأحداث الاستثنائية. إذن بدل القوة القاهرة التي كانت في فيديك 99 فيديك 2017 استبدل بمصطلح الأحداث الاستثنائية. إذن نقول لذلك أن النسخة 2017 لم يكتفى بتوافر هذه الشروط حتى يمكن يطلق على الحدث الجديد حدث استثنائي، ووضع ست حالات يمكن يطلق عليها أحداث استثنائية. إذن وضع سمى الحالات الاستثنائية بمسمياتها. الحرب أو الأعمال العدائية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن، إذن حصلت حرب سواء تم الإعلان عنها أو لم تعلن، قامت دولة بغزو دولة أخرى أو بأعمال عدائية ضدها ولكن دون الإعلان عن ذلك، والغزو ولم تعلن، والغزو وفعل الأعداء الأجانب، إذا غزو الأرض ضد الأجانب.
التمرد أو الإرهاب أو الثورة أو العصيان والقوة العسكرية والاستيلاء القوي والحرب الأهلية. إذا حصل تمرد وحصل أعمال إرهابية، ثورة، عصيان، انقلاب عسكري، وتم الاستيلاء بالقوة وحدثت حرب أهلية، إذا هذه يعتبر الشغب والاضطرابات والإخلال بالنظام العام والأضراب والحصار. إذا الشغب صارت في الشوارع، خرجت ناس، كسرت، خربت ما نفذ من المشروع، خربت التوريدات إلى آخره، استولت عليها، سرقتها، اضطرابات والإخلال بالنظام العام، أو حدث إضراب وحصار كما هو حاصل الآن، الحصار على سوريا على التوريدات معينة. الإضراب والإغلاق ولا يشمل فقط أشخاص المقاول أو موظفين المقاول من الباطن، يعني في عندي إضراب وإغلاق كامل شامل، ولكن هذا الشيء ليس فقط هذا الشيء لم يكن فقط أشخاص المقاول هم اللي أضربوا أو موظفين المقاول من الباطن، لا، الإضراب يكون شامل في البلد أو في منطقة المجهول. ذخائر الحرب والمواد المتفجرة والتأين والإشعاعي والتلوث الناتج عن النشاط الإشعاعي باستثناء ما يعزى إلى استخدام المقاول لهذه الذخائر أو المتفجرات أو الإشعاعات أو النشاط الإشعاعي. إذا في عندنا تأين، إذا مواد متفجرة في موقع في وجدت من ذخائر الحرب تلوث ناتج عن النشاط الإشعاعي، هذا يعتبر حدث إستثنائي إلا ما كان قد استخدمه المقاول. ممكن المقاول هو الذي استخدم التفجير في الأعمال الترابية أو في هدم البناء أو الإشعاعات، استخدم أجهزة معدات أو أدوات توصل أشعة. الضرر الحاصل أو النتائج الحاصلة ليست حدثا استثنائيا لأنها بفعل المقاول نفسه، وكان موجود في العقد. الكوارث الطبيعية مثل الزلزال أو التسونامي أو نشاط بركاني أو إعصار. إذا الكوارث الطبيعية زلزال، زلازل، تسونامي، هي هنا لم يكن مذكورا سابقا باعتبار أول تسمية أو رسميا صدرت أو المصطلح استخدم أول مرة بعد زلزال إندونيسيا، وحدث عنه تسونامي شديد أصاب معظم الدول المتشاطئة مع المحيط الهادئ أو نشاط. نجد إذا في البند السادس استحدث التعديل أحداث استثنائية لم تكن موجودة في نموذج 99 كما ذكرنا تسونامي 2005 في إندونيسيا، هذا لم يكن موجودا سابقا. إذا التعديل الأخير لم يقتصر مفهوم الأحداث الاستثنائية القوة القاهرة على حالات معينة على سبيل الحصر، بل ترك الباب مفتوحا لأي حالة استثنائية ينطبق عليها تلك الشروط باعتبارها قوة قاهرة. إذا التعديل الأخير لم يشترط أو لم يقتصر الأمر على مفهوم أحداث استثنائية، وإنما عدد حالات كثيرة وترك الباب مفتوحا لأي حالة أخرى تنطبق عليها هذا الشروط باعتبارها قوة قاهرة. ما يخص الوباء كورونا أو الأوبئة بشكل عام، النموذج 99 ذكر كلمة وباء باللغة الإنجليزية epidemic الإيبيديميك بين باعتبارها قوة قاهرة، إلا أن منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي اعتبرت فيروس كورونا جائحة pandemic، وهو لفظ أعم وأشمل. كلمة وباء صح في كلمة في صفة العموم، ولكنها أقل من لفظ البانديميك. البانديميك هو لفظ أعم وأشمل ولا يقتصر على نطاق محدد. الوباء يمكن يشمل بقعة من الأرض، يشمل بلد، قارة، بينما الجائحة امتد ليشمل كل العالم، وخاصة سرعة الانتشار والعدوى، وبالتالي أصبح جائحة وتأثرها، وبالتالي تأثرت حركة البضائع والتجارة على مستوى العالم، وبالتالي يمكن الاستفادة منه باعتباره أحد الأحداث الاستثنائية القوة القاهرة. إذن من خلال شروط القوة القاهرة أو الأحداث الاستثنائية لبلد 2017 نجد أن خاصة وردت في عقد الهندسة المدنية 2017 نجد أنها يعتبر حدثا استثنائيا
هو القاهرة. من هنا يعتبر فيروس كورونا كوفيد 19 هو قاهرة تؤثر على التزامات التي تم التعاقد عليها وفقا لعقود الفيديك التي انفردت بنماذج ونصوص تعالج حالة القوة القاهرة التي تنشأ حال تنفيذ العقد وأثرها على كل من أطراف العقد ومقاول الباطل. إذن كوفيد 19 يعتبر بمنظور الفيديك هو قوة القاهرة وأثرت على الالتزامات التعاقدية إلى ولكن يعود إلى آلية التطبيق تقرير ما إذا كان تم توقيف عمل وتمديد مدة مشروع أم لأن هون ما في فصل ما بين مفهوم القوة القاهرة والحوادث الاستثنائية أو الطارئة فيعود لست محاكم تقرير كيف يمكن التعامل معها. ما هي الإجراءات وفقا لعقود الفيديك حال حدوث القوة القاهرة؟ إذن في حال حصول قوة القاهرة كيف علينا أن نتصرف كأنت سواء كنت مقاولا أم رب عمل أو مالك للمشروع؟ إن في حال كنت مقاول أو رب عمل حال عدم القدرة على تنفيذ التزامات التعاقدية يجب اتباع الإجراءات التالية. إذن هناك إجراءات يجب أن تطبق تماما حتى يصبح محقا بالمطالبة بتعويض أو بفسخ العقد إلى آخره. أولا الأخطار، إذا عليك أن تخطر بتحقق القوة القاهرة، يجب أن تختار الطرف الآخر بالحدث اللي هو القوة القاهرة وبالالتزامات التي حال هذا الحدث دون تنفيذها خلال 14 يوما من تاريخ العلم أو من تاريخ وجوب العلم أو حصول الحادثة. يعني أنت كمقاول مفروض تخبر الإدارة أو المالك بالحدث اللي هو القوة القاهرة والالتزامات التي تأثرت بهذه القوة القاهرة والتي حالت هذه القوة دون تنفيذها خلال مدة 14 يوم من وقوع من تاريخ علمك بهذه الحادثة أو من تاريخ وجوب العلم. يعني ممكن أنت معلم ولكن وزيع هذا الأمر ولكن أنت لم تعلم فليست مسؤولية الطرف الآخر وفقا المادة 19-2 وعليه يكون هذا الطرف غير مسؤول ومعفي من تنفيذ التزامه التعاقدي ما دام الأثر المانع للقوة القاهرة قائما. بعد أنت معك 14 يوم حتى تخبر الطرف الآخر بحصول القوة القاهرة أو الحادثة التي تمنعك من تنفيذ التزاماتك وبالتالي بعد هذا التاريخ تصبح غير مسؤول. إذن يكون هذا الطرف غير مسؤول أو معفي من تنفيذ التزامه التعاقدي ما دام هذا الأثر مستمر أو قائم. ثانيا يجب العمل من كلا الأطراف جميع الأطراف الحد من التأخر في تنفيذ الالتزامات. إذا الحد من التأخير إذا نحن ما يجب أن لا نبالغ بالتأخير في تنفيذ الالتزامات إذا كان ذلك ممكنا وفق المادة 19-3 على كل طرف استخدام مسعى معقول للتقليل من التأخير في تنفيذ التزامه أو الأداء المحدد وتمديد مدة تنفيذ الالتزام من أجل الحد من التأخير في تنفيذ الالتزام الناتج عن القوة القاهرة. إذن كلا الطرفين يجب أن يعملا معا على الحد من التأخير في تنفيذ الالتزامات حتى ما يصير في تأخير كبير على المشروع اللي هو هذا التأخير ناتج من القوة القاهرة. آثار القوة القاهرة لكل من طرفي العقد. إذا كان تنفيذ الأعمال سيتأخر فيتم مد وقت تنفيذ هذه الأعمال إذا تكبد المقاول مبالغ إضافية فمن حقه تمديد الوقت والتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن هذا العمل. إذن الآثار المترتبة على القوة القاهرة على طرفي العقد إذا كان تنفيذ الأعمال سيتأخر فيتم مد وقت تنفيذ هذه الأعمال إذا تكبد المقاول وإذا تكبد المقاول بأعمال إضافية فمن حقه تمديد الوقت والتعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن هذا الحدث. يعني إذا هذه القوة القاهرة منعت المقاول من تنفيذ التزاماته وتقرر وقف العمل ومسمى تمديد مدة المشروع. فتمديد مدة المشروع إذا هذا تعويض زمني وهناك تعويض مالي إضافي ناتج عن تكاليف إضافية هي النفقات كما تسمى النفقات الإدارية الدنيا للمقاول نتيجة وجود نفقات إضافية. إنهاء العقد نتيجة القوة القاهرة وفقا لنموذج الكتاب الأحمر 99. في إنهاء اختياري
إذا تم إيقاف تنفيذ العمل لمدة 84 يوما متواصلة أو 140 يوم متفرق، إذا تم إيقاف العمل في المشروع لمدة 84 يوم متواصلة أو 140 يوما متفرقة، يتم إخطار الطرف الآخر أو الطرف المتضرر للطرف الآخر بإنهاء العقد. إذا أنا كمقاول توقفت لمدة 84 يوم متواصلة أو 140 يوم متفرقة، علي أن أخبر الطرف الآخر أنا كطرف متضرر بإنهاء، أنا بدي أتحلل، بدي أنهي العقد عند هذه النقطة، ويتم الإنهاء خلال 7 أيام من تقديم الإخطار، وعلى المقاول امتثال البند 16 الذاتي من العقد. وفي حال الإنهاء يجب أن يقوم المهندس، هو بيقول يقوم المهندس باحتساب المبالغ والأعمال وتكلفة المواد وأي مبالغ أخرى يتكبدها المقاول لتنفيذ الأعمال المؤقتة ومعدات المقاولة وتكاليف أعماله. إذن المهندس يحصي الأعمال التي نفذها المقاول والمبالغ المستحقة، تكلفة المواد أو أي مبالغ أخرى يتكبدها المقاول من خلال تنفيذه الأعمال المؤقتة في موقع المشروع ومعدات المقاول وتكاليف الأعمال في المشروع. أثر القوة القاهرة على مقاولي الباطل. يا ترى كيف تؤثر القوة القاهرة على مقاولي الباطل؟ يوجد اتفاق بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن على شروط إضافية. إذا هذا الكلام الذي تناولناه هو يخص المالك والمقاول الرئيسي، ما يسمى المين كونتراكتور. أما السب كونتراكتورز فيمكن أن يتفقوا بينهم وبين المقاول على شروط إضافية أو شروط أوسع للعفاء من القوة القاهرة، إلا أن صاحب العمل الأونر أو المالك لا يتحمل تبعت هذه الاتفاقيات مع المقاول الباطن. إذا ما كان في نص العقد بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن على أشياء بتخص القوة القاهرة ولكنه غير موجود في العقد الفيدك الأساسي، فلا صاحب العمل لا يتحمل أي تبعات أو نتائج لهذه الاتفاقيات مع المقاول الباطن، ولا تعفي المقاول الرئيسي من مسؤوليته أمام صاحب العمل في حال عدم أدائه لالتزاماته. إذن العقد اللي بين المقاول والمقاول الباطن لا يعفيه من تنفيذ التزاماته، ويبقى التزامه مع صاحب العمل بالعقد الأساسي الموجود في الأصل، وليس الشيء الموجود. إذا مثلا المقاول الرئيسي أعفى المقاول الباطن من تنفيذ التزاماته في حال وسع مفهوم القوة القاهرة، هذا لا يعني صاحب العمل بأي شيء ويعتبره وكأنه غير. هنا قائمة المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها ويمكن الرجوع لها، أيضا عديد من المصادر والمراجع في تتعلق بموضوع القوة القاهرة ونظرة القوة القاهرة ونظرة المخاطر والظروف الطارئة وما يتعلق بكوفيد 19. بشكل نكون قد أنهينا هذه المحاضرة التي تناولت آثار جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية للعقود الإنشائية، كون هذه العقود تأثرت سواء في تنفيذ المشروع في موقع المشروع من حيث الإجراءات الحظر التي تمت، أو عقود التوريدات المرتبطة بالمشروع كون أصبح قيود أو منع للسفر ومنع للنقل أو حتى عدم إمكانية التصنيع أو الإنتاج للمواد بتخص مشروع ما، وبالتالي العقود الإنشائية لم تكن بمنأى عن نتائج وباء أو جائحة كورونا. ورأينا كيف يمكن التعامل مع هذه الآثار هذه الجائحة من خلال نظريات ثلاث: نظرية المخاطر، نظرية القوة القاهرة، أو نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية. كل هذه النظريات يجب أن تكون من خلال مواد العقد أو شيء متفق عليه في العقد
يتعلق به، سواء ببند التغييرات والمقصود التغييرات التي هنا التغييرات التي تعود إلى الطرف الثالث، وأيضا التعريفات والاشتراطات التي وردت ما يخص القوة القاهرة والحوادث الثنائية والحوادث الطارئة. وشفنا كيف الدول أصدرت شهادات القوة القاهرة وتسعى لأن يكون معترف بها دوليا من أجل مساعدة شركاتها ومؤسساتها على تحلل من التزاماتها التعاقدية الخارجية. وأيضا في النهاية شفنا كيف العقود الدولية، عقود كمثال عقود فيديك، كيف تتعامل مع القوة القاهرة والحوادث الثنائية. ورأينا التعديل الذي حدث في نسخة 2017 بحيث وضع 6 حالات للحوادث الاستثنائية، بعد أن كان في فيديك 99 هناك اشتراطات وتوصيف للقوة القاهرة. يعطيكم العافية. هنا معلومات للتواصل حول هذه المحاضرة وما جاء في هذه المحاضرة.